بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله الذي خلق الكون لمخلوق جديد سيستقبله وهو آدم، درب آدم قبل أن يباشر مهمة الاستخلاف في الأرض تدريبا في مكان يكفل فيه الحياة والراحة والأمن حتى يفرغ إلى استقبال التدريب ليخرج مدربا على قضية استخلافه في الكون. فما كان الله ليزج بخليفة في ذلك الكون الواسع بدون أن يدربه أولا على مهمته أمرا ونهيا وتحذيرا من شيطان، فإذا ما صادفت نفسه الغفلة أمكنه أن يتوب إلى الله فأزلهما الشيطان عما كان فيه. قلنا اهبطوا أي إلى الأرض، وقلنا يجب أن نتنبه إلى أن الجنة التي قال الله أنه درب فيها آدم لم تكن هي جنة المأوى، لأن جنة المأوى كما قلنا من دخلها لا يخرج منها، وهي تأتي بعد الحساب وليس فيها تكليف، والشيطان لا يدخلها. إذن فهي مكان فيه كل مقومات الحياة الرغبة الطيبة. اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قلنا إن العداوة هذه هي التي تخرج الأحباء عن التستر. يجوز أن الأحباء يتسترون على بعض، ولكن حينما يوجد في بيئة جماعة ولهم أعداء عادة العدو ينقب عن نقائص عدوه ويحاول أن يفضح، فالعدو المقابل يحاول أن لا يصنع معصية يطلع عليها خصمه، ويحاول أن يقوى في حركة الحياة حتى لا يتغلب عليه خصمه. إذن فوجود العداوات في الأرض سبب طموحي للارتقاء وللصفاء النفسي. ولذلك قلنا إن الشاعر قال إيه؟ عدايا لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. إذن فالعداوة يجب أن تستغل. ولو نظرت إلى العالم الذي نعايشه الآن لوجدت أن ارتقاءات العالم الابتكارية والاكتشافية والاختراعية نشأ من عداوة معسكرين، كل معسكر يريد أن ينقب عن أسرار يتفوق بها على صاحبه، وبعد أن تأتي عملية التفوق لا بد للأسرار أن تستخدم في إسعاد البشرية. ولذلك كل شيء ابتكر كان سببه الحرب أولا، وبعد ذلك حينما هدأت النفوس استغل في صالح في صالح السلم. يبقى لو أن العالم كله كده أحباب ما كانش ينفع، ما فيش واحد يجي يقول لي ليه ربنا خلق النغزة دي، يقول له ده خلقها لإيه؟ لخير، وخلقها لإيه؟ لمصلحة، لأن الأحباء دائما يتساترون. اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن ذلك هو أول نعي للإنسان في أنه لن يستمر في هذه الدنيا، ما دام ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني هي حياة إيه؟ حياة موقوتة. يبقى العاقل ياخدها على ايه؟ على قدر وقتها وعلى قدر ايه؟ حجمها. ولكن حينما أخطأ آدم وصوب الله له خطأه ليباشر مهمته في الأرض نظيفا، ومعنى يباشر مهمته في الأرض نظيف ما تفزعوش المعصية ولا النسيان للعهد اللي كان، لأنها لو فزعته لما كان لقول الله سبحانه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. معنى فتاب عليه يعني إيه؟ يبقى انتهينا منها. إذن فالذين يقولون بأنه لا بد من وجود بشر نسميه مخلصا ليفدي العالم بصلب أو بأو إلى آخر من الخطيئة، نقول له أنك لم تفهم عن الله شيئا، لأن المسألة خطأ وصوب الخطأ، وفرق بين الخطأ والخطيئة. الخطأ يصوب ولكن الخطيئة يعاقب عليها. وقد صوب الله وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أتوجد خطيئة بعد أن يتوب الله على آدم؟ ما الذي فعله آدم حتى يقول نبي نخلص العالم من خطيئة آدم؟ أكل من الشجرة، وهل خطايا العالم كلها أكل؟
وما الذي أوجد القتل والسفك والغيبة والنميمة وإلى إذن فكان ولا بد أن لا توجد خطيئة في الأرض ما دام قد وجد المقلص الذي فدى العالم من الخطيئة، ولكن الخطيئة باقية. إذن فلا تزر وازرة وزر إيه؟ وزر أخرى. الخطيئة من آدم انتهت بقول الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لا يمكن أن يتوب الله على آدم ثم بعد ذلك يحتاج إلى من يخلصه من الخطيئة، لأن الذي خلصه هو الرب وليس المربوب. فيجب أن يستفيق الناس ليفهموا عن الله وليعلموا أن الله لا تزر عنده وازرة وزر أخرى، وأنه كان يجب ما دام قد وجد المخلص سنتسامح قبل المخلص الذي فدى الدنيا بصلبه. سنتسامح إن قلنا وقعت خطيئة قبل وجوده لأنه ما كانش جه، ولكن أتوجده خطيئة بعد أن خلص وصلب من أجل هذه الخطيئة؟ كان المنطق يقتضي أن لا توجد بعد ذلك خطيئة، وحيث أن الخطيئة باقية يبقى ده كلام يجب أن يدرس ويجب أن يفقه ويجب أن يفهم، لأن التمن بتاعه غالي قوي. تمن غالي في أن يفهم الإنسان عن الله وهذه الأشياء والترهات. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ هل قوله فيما جاء في آيات أخرى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ يبقى إذن دي دلتني على أن الذنب لم يكن من ذنوب الاستكبار على الله، ولكنها من ذنوب الغفلة وعدم قدرة النفس على مراد الله. لذلك كان إبليس ذنبه من باب الاستكبار على أمر الله، لكن إبليس حصل منه انكسار فقال ربي حكمك صح في أن لا أقرب الشجرة، ولكني آدم ولكني لم أقدر على نفسي نسيت وحصل. إذن فقد أقر بحق الله في التشريع، لم يخطئه زي دوك قال أسجد لمن خلقت طينة أنا خير منه، قال لا أنا يا رب ظلمت نفسي حكمك على العين والرأس ولكني أنا الذي ظلمت نفسي. في انكسار بعد كده أني ظلمت إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا. وفي روايات أخرى أنه قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ربي وبحمدك، سبحانك ربي وبحمدك إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي يا خير الغافرين. أو قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ربي وبحمدك رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاقبل توبتي يا خير التوابين. أو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. المهم أن الله أوحى له كلمات يتقرب بها إليه، سواء كانت هذه أو هذه أو هذه، المهم أنها كلمات علمها من الله ليرجع إليه. لو نظرنا إلى تعليم الله آدم للكلمات ليتوب الله عليه لوجدناها مبدأ عمرانيا هاما في حياة الجماعة. لماذا؟ قلنا سابقا أن الله لو لم يشرع التوبة ولم يبشرنا بأنه سيقبلها كان الذي يذنب ذنبا واحدا يستبيع كما يقولون في الريف. معنى يستبيع يعني إيه؟ يعني نسميه زي ما نقوله فائد. فائد يعني معناه ان العالم سيصلى كل يوم من شره. ليه؟ لانه اذنب ذنبه وانتهت المساله. لكن اذا قيل له انك ان اذنبت ذنبا ستتوب الى الله ويقبلك، وربما كان انكسارك للذنب اهم من عزك بالطاعه، ويمكن ربنا يقلب السيئه ايه؟ يوم ماذا يصنع؟ ينقطع عن الذنب. لو ما كانش ينقطع عن الذنب كانت بقت مصيبه في الكون، كان الكون بقى حريقة. وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى لا يريد من عباده بعد أن يطيعوه أن يعتزوا بطاعتهم، لأن فيه ناس تعتز بطاعتهم
انا مطيع وانا ورب يعني معناها كده ربنا لو عندي ايه مش ايه اللي اعمل كذا ديني بعمل. نقول له ده فيه فرق بين تنفيذ امر من لا يريد ان يجعل الامر له عليه سبيل وامر من يحب تنفيذ الامر لانه يحب الامر. في فرق بين الاثنين. الله يريد ان تقبل على العباده بحب الامر. رب يقول لك اوعى تعتز بالطاعه وتغتر بها كده وتعملها علشان ما يبقاش ليا كلام عندك، لان ما فيش فرق بينك وبين في الوقت ده بينك وبين الكافر. اعملها على انها ايه بتعملها حب. فالحق سبحانه وتعالى يجي يطلب منا نحن ان احنا ساعه ما نباشر الايه الاعمال نباشرها بايه بحب وعشق. يقوم ايه يخلقنا مختارين. اتدرون حكمة اختيارنا مختارين ليه؟ ليه؟ لأن لما نكون مقهورين على العمل الصالح يبقى دي صحيح أثبتت صفة القدرة لله، إن ما قدرش واحد منا إيه؟ يعصي، صحيح دي صفة القدرة. إنما أفقدته صفة المحبوبية. لا هو يسيبك يقول لك أنا هخلقك مختار وأديك فيك طاقة تعصي وتطيع وبعدين هشوف مين اللي يجي يطيعني لأني أستحق أن أطاع. هذه ميزة الاختيار. وما دام بقى في حتة اختيار يبقى الإنسان له هيختار دي ودي. مقاييس الاختيار بتبقى مخلولة في بعض الأحيان. يعني مش خلق ناس يختارون الخير وناس يختارون الإيه؟ أبدا. أنت تعرف واحد خير بيعمل شر مرة مش كده؟ وتعرف واحد شرير وبيعمل خير مرة تانية. يبقى إذن أنا مش مخلوق على أن أختار خيرا مطلقا ومش مخلوق على أن أختار شرا مطلقا. أنا صالح لدي وإيه المهم انقداح العملية في ساعتها على الأول. يبقى ربنا عايز الخلق اللي بالشكل ده. وما دام خلقنا مختارين يبقى إذن منه برضو إننا ننسي نزل زلة مش كده ولا إيه؟ وما دام نزل زلة قال أنا هعمل لك التوبة دي علشان إيه الزلة دي ما يسكش مني. تقوم تتوب علشان ايه ترجع ليه. والحق سبحانه وتعالى لو رأيت هذا التشريع لوجدت دينه الاساس العمراني الوحيد. ليه؟ لان يمكن في خصال خير اسمها خصال الخير الفاقعة في بعض النفوس. واحد كريم قوي، واحد حليم قوي، واحد شجاع قوي، في صفات كده مخلوقة. يمكن تلاقي اللي بيسرف في اي خصلة من خصال الخير دي يمكن عنده زلة من الزلات المستورة ويقول اعمل الخير الخفيف عليك ده علشان ربنا ايه اذا ففيه مجالات ستستفيد من زلة المعصية. مجالات كتيرة. ويقعد يعمل بقى علشان ربنا ايه ولك عشان يكفر عني. فتلقى آدم من ربه ايه كلمات فتاب عليه. طب خدوا بالكم بقى من العبارة. كلمات جمع كلمة، ومعنى الكلمة يعني لازم يكون كلام مفيد مش كلمة يعني اسم وفعل وحرف. لا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ماذا قالوا هم ايه قالوا اتخذ الله ولدا. جملة مفيدة ولا مش مفيدة؟ يوم يقول عليها ايه ما لهم كبرت كلمة تخرج من افواههم. كبرت ايه على الجملة المفيدة دي. ما هم قالوا اتخذ الله ايه ولد. دي كلمة ولا كلام؟ كلام. يبقى اطلقت الكلمة واريد بها الايه واريد بها الكلام. طيب ابي مجرد التلقي. طب ربنا قال للآدم يا آدم تقرب الي بالمسائل بالكلمات دي واسألني عشان اتوب عليك. شوفوا بقى دقة القرآن. دقة القرآن انه يجي للامور التي يدركها العقل وما يطولش فيه. فتلقى آدم من ربه كلمات فلم يقل فسأل آدم ربه بهذه الكلمات فأجاب دعاءه وغفر له فتاب عليه. ما يمشي الكلام ده كله. ليه الخطفة دي؟ خطفة الأسلوب دي ليه؟ تدلك على رغبة آدم في أنه كان ينهي الموقف المعقد ده بينه وبين مين؟ بمجرد فتلقى الفتاب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب ايه فتاب عليه. كلمة فتاب عليه تسمع في القرآن كده فتاب ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله تاب عليهم لان اكنك انت لما تتوب لو لم يشرع الله التوبة لك ما كانت قبلت. يبقى هي من الاول من عنده. الاول منين؟ الاول من عنده. يبقى الرحمة سابقة.
فتاب عليهم ايه؟ ليتوبوا على الأول. فتلقى آدم من ربه كلمات ايه؟ فتاب ايه؟ فتاب ايه؟ فتاب عليه. كلام جميل. إنه هو التواب الرحيم. شوف شوف بقى شوف تزيين الآية. آدم أذنب ذنبا واحدا واقتضى أن يكون الله تائب، مش كده؟ إنما كلمة تواب تدل برضه على أنه مش هياخد بذنب واحد، مش هياخد بذنب إيه؟ واحد. يبقى تواب. ولما تشوف صيغة مبالغة كده افهم أن المبالغة ليست في جانب فعل الله، لأن فعل الله ما فيش فيه لا قليل ولا كتير، إنما ده بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لإيه؟ لنحن. إذا مرة تأتي المبالغة في الحدث في ذاته وإن كان واحدا، ومرة لا تأتي المبالغة في الحدث في ذاته لأنه إيه؟ قليل، إنما في تعدد إيه؟ فالذي يأكل كل ساعتين نقول ده أكول وأكال، واللي يأكل مرة واحدة وبعدين يقعد يفرد نفسه كده ويأكله فيها مش عارف نقول له برضو إيه؟ نقول له أكال. يبقى تعالى بقى، تواب هو بيتوب على واحد بس؟ لا، ده بيتوب عليا وعليك، ويبقى تائب عنك وتائب عن هذا وتائب، يبقى تواب بقى، تواب يبقى حدث واحد انما مكرر في افراد كتير، مش كده؟ ولا تواب برضو يغفر الذنب الايه العظيم؟ لا يغفر الذنب العظيم الا ايه؟ الا الرب الايه؟ يبقى مره تيجي المبالغه من ناحيتين، لانه بيتوب على ده زي ما وما ربك بظلام للعبيد، لانه لما يجي يظلم كل واحد ظلم شويه وهم كتير يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ كتير قوي قوي، مش كده ولا لا؟ أو الظلم متناسب مع قدرة الظالم، وإن كان الظلم هيتناسب مع قدرة الظالم يبقى ربنا مش ظالم بقى، ده ظلم، ده ظلم، يبقى إيه؟ يبقى ظلام، إنما أنا بنفي عنه إيه؟ بنفي عنه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الإيه؟ الرحيم. ولذلك سيدنا عمر لما جت له امرأة تصيح وتصرخ لأن وليدها ضبط سارقا، فقالت له ما سرق إلا هذه المرة، قال لها الله أرحم بعبده أن يأخذه من أول مرة. الله شو ممكن؟ لا، أنا أتحدى أن يوجد مجرم يتخذ من أول مرة، أبدا ما يمكنش. وكلمة تواب دي تدل علينا من مرة واثنين وثلاثة، وبعدين بقى لما يبوخها ويبقى رخم حتى في المعصية يقول له لا يا فعند حدك بقى. واسمعوا، ومن الجائز أن يظل الله ستارا عليه، مش كده؟ وبعدين يجي يروح مخلص منه دي في جريمة لم يرتكبها. ما بتشوفوش حاجات زي دي؟ بيحصل كتير قوي، علشان تقعد في الكون كده وتفتح عينيك وتتعجب عشان تفهم إن لقوله لا تأخذه سنة ولا نوم مدلول، إنه هو التواب، والتواب برحمة، لأن فيه واحد يعفي ويتن ويمن عليك بالعفو. يجي من بقى يقول لك يا ريتك عاقبتني، يا ريتك ما عملت فيا الجزاء دي، لا يقول لك لا، ده هو تواب وايه؟ رحيم. تواب ورحيم، يعني خلاص انتهينا المساله، صافيه لبن زي ما قلنا، صافيه ايه؟ صافيه لبن، ما فيش فيها ابدا ايه. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب ايه؟ عليه. فتاب عليه، انه هو التواب الايه؟ انه هو التواب الرحيم. كلمه تلقى دي زي ما تقول نال، نالني من الله ايه كلمات، ونال دي وأصابه مرة، يبقى الفاعل مفعول والمفعول فاعل، تقول نلت خيرا ونالني خير، يصح ولا لا؟ أصبت مالا وأصابني إيه؟ يبقى أصابني مال، يعني الكلمات جت. ولذلك هيجي في بعض آيات القرآن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، يعني ان عهد ما يروحش لمين؟ وفي قراءه تانية لا ينال عهدي الظالمون، يعني الظالم ما ياخدش مين؟ يبقى الاثنين تنفع ولا لا؟ يبقى نالني خير ونلته، ونلت ايه؟ ونلت خير. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الايه؟ انه هو التواب الرحيم. وبعدين قال ايه؟ قلنا اهبط بقى هناك ايه؟ اهبطوا. وقلنا مطمور في المأمورين بالهبوط وهو آدم وحواء الذرية، زي ما قلنا زمان انهم هم فيهم ولا لا، لان قلنا ان كل واحد منا الى ان تقوم الساعة فيه جزيء من مين؟ من آدم، مش كده ولا لا؟ يبقى حين يخاطب يخاطب. ولذلك قلنا لقد خلقناكم، يبقى كلكم ولا لا؟
ثم صورناكم كلكم ولا لا؟ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هو احنا كنا جينا؟ ايوه كنا موجودين في مين؟ آدم. موجودين في ايه؟ في آدم. فمرة يقول اهبطوا ليلحظ هذا الملحظ، ومرة يقول اهبطا اهبطا منها جميعا، فإما يأتي أنك، لأن هنا هتيجي مسؤولية بقى، كلمة عدو في الأرض ومستقر إلى حين وإمارة الأرض والعداوة جاية علشان نتنافس ونعمل مش عارف إيه، لكن هنا هيدي منهج، هنا هيدي إيه؟ منهج. افعل ولا إيه؟ تفعل. فإما يأتينكم مني هدى، أدي المنهج بقى، انتظروا كده إن أنا هعمل لكم إيه؟ هدى، دلالة على الخير. إحنا قلنا زمان الهدى هو الدلالات الموصلة لمين؟ موصلة للمطلوب. هدى الدلالة الموصلة لمين؟ للمطلوب. فإما يأتينكم مني إيه؟ هدى. فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم إيه؟ يحزنون. إيه الخوف وإيه الحزن؟ لا خوف ولا حزن. الخوف أن يتعبك شر مقبل، بتخاف منه أنت. ولكن الحزن مش الخوف، الحزن أن يبرحك شيء سار. الحزن أن يبرحك شيء سار. يبقى الخوف من شر مقبل، لكن في سرور وخايف لا يضيع يبقى الواحد يحزن. يبقى الواحد إيه؟ يحزن. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. يعني يجب أن يستقبلوا بمنهج الله الحياة استقبال من لا يخاف حدوث شيء أبدا. الله، دي تديني قضية اجتماعية كمان. بالله قولوا لي، أي واحد مع ما ارتكبش مخالفة أينشأ له خوف؟ أبدا. إنما اللي بيقعد يخاف وكل ما يطرق الباب يخاف، يكون عامل حاجة ها؟ قولك يمكن يكتشفوها النهاردة. يبقى اللي بيتبع هدى الله يبقى إيه؟ خوف عليه ما خوفش، لان اتبع هدى الله فلم يذنب، مش كده؟ ولم يجرمه قانون، مش كده؟ ولم يدلس على بشر، ويقعد عايش في خوف لا يكشف. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليه. ده مش بس هم ما يخافوه، شوفوا الدقة الأدائية اللي في القرآن ده، ولا أحبابهم يخافوا عليهم حتى، ما فيش خوف عليهم لا منهم ولا من غيرهم ابدا. ليه؟ لانه ما دام متبع الهدى، وما دام متبع الهدى يبقى مش كل ساعه هيحسس على ايه؟ على راسه. على راسه. اذا كلمه فلا خوف عليهم منطقيه جدا مع قول الله فمن تبع هدايا. فمن تبع هدايا فلا خوف ايه عليهم. طب ولا هم يحزنون تيجي ازاي؟ قال لك لأن الذي يعيش تبع المنهج ولا فيش حاجة تعكر عليه خوف، وعيش مسرور وعيش مبسوط وعيش آمن خلاص، وفي سلام مع نفسه ومع ملكاته. عقله ما جاش قال الله نفس الشريرة دي عملت دي ليه؟ مش كده ولا لا؟ عيني ليه عملت دي؟ تقعد ملكاته ونفسها يعمل فيها ايه؟ صراع في الملكات. ما عملش حاجة أبدا خالص كده، عايش في سلام مع نفسه، سلام مع خالقه، عايش في سلام مع الكون، في سلام مع ايه؟ مع الكون. الكون ما بيسمعش منه الا كل حاجه جميله، الا تسبيح، الا طاعه، الا صلاه، الا كلمه رحمه، الا كلمه حنان، الا كلمه حب. يبقى منسجم مع الكون ولا لا؟ منسجم قوي مع الكون. يبقى في سلام مع ايه؟ مع نفسه، ملكاته ما بتتعاندش خلاص. سلام مع ربه، اوامره ما تخالفش. سلام مع المجتمع، لان المجتمع بيسعد بيه. إذا نغمة الجمال تشيع في الكون، نغمة الحسن، نغمة الرضا مع الناس كلها. يبقى لما يكون كده يبقى ما فيش حاجة تسره وتروح منه أبدا، يبقى مش هيجي له حزن أبدا، ما يجيلوش إيه. فإن أصابته أحداث ليس له دخل فيه يقول له مجريها له حكمة. مجريها له حكمة. أنت ما أنتش إيه، أنت لا تعرفها. اوعى إياك تخطئ ربنا في حكم أبدا. أنا ما أعرفش، ولذلك يقول أحمدك ربي على كل قضائك وجميع المستقبلين لقضاء الله. يقول أحمدك ربي على كل قضائك وجميع قدرك كله،
حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. الله يا رب. في حكمة مش بس هي المسألة كده. ثم تعالى انت بتحزن على شيء صار، ما يمكن هيديك شيء أصر. يبقى اذا ما تنظرش على الحزن ان هو بيجي، لكن معنى ذلك ربنا مش عايزني صخر ولا جلمد، عايزني بعواطف بس احزن بلطف. انما فيه فرق بين الانفعال للاحداث وحدها وبين الانفعال للاحداث مع حكمه مجريها، لازم يبقوا الاثنين ويا بعض. ولذلك الرسول علمنا الدقه الشعره الفاصله، قال ايه؟ قال له ايه؟ ان العين لا تدمع وان القلب لا يخشع، لا نقول ما يسخط الرب. شوف شوف المزيج، ادي المزيج الايمان اللي بيستقبل الاحداث، مش عايزه ما يزعلش يبقى راجل زي قلبه قاسي زي الحجر، لا، هو يريده له ايه؟ عنده حنان. يقول ان العين لا ايه وان القلب لا يخشع، ولا نقول ما يسخط الايه، وان على فراقك يا ابراهيم لايه لمحزونون. يبقى ده اسمه الايه؟ حزن، مزيج ايماني. ما تاخدش حاجه ايه، حاجه واحده. يعني لا يريد الله منك ان تستقبل الحدث منه فيك بحزن واحده، لانك عزلت الحزن بسببه عن مجري الحزن. ولا يريد منك ان تنفعل لامره وتضحك من الحامل. لا لا، شوف، عايز حاجتين اتنين، عايز منك حاجتين اتنين، تحزن ولا تفصلش سبب الحزن عن مجري الحدث. يبقى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، عرفنا بقى، فلا خوف عليهم ولا ايه ولا هم ايه يحزنون. المقابل بقى اللي ما يتبعش الهدى، كان القياس ان يقول واما من لم يتبع هداي يبقى كذا وكذا وكذا وكذا، فاستغنى عن ذلك كله وقال قال الايه الثانيه دي، والذين كفروا وكذبوا باياتنا، يبقى معناها انهم ما اشتبعوش المنهج الهدى. كفروا وكذبوا بآياتنا. مدام دكهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هو قال لك في الدنيا ولا في الآخرة؟ محدش تبقى عامة، لا خوف لي في الدنيا ولا في الآخرة، ده كلام على الأول. طب شوف بقى المقلب اللي معمول في إخواننا دول. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. إذا نقل منطقة العذاب إلى الآخرة علشان يقول لك وإن اجتهدوا في الدنيا وتشوفهم كده مبسوطين ومش عارف إيه وبتاع، يبقى هم الدنيا بس اللي ليهم، عشان ما تخدعش أنت وتقول ده هم ما حالتهم مش عارف إيه. حالتهم إيه؟ حالتهم كويس في العاجلة، إنما مأندلة عليهم في الإيه؟ في الآخرة. ما عندي عليهم في الايه؟ في الاخره. ولازم تاخد الدنيا على قد حجمها. وشوف كلمه، وشوف الكلمه الدقيقه، اولئك اصحاب النار. اصحاب النار، شوف كلمه اصحاب دي، الصحبه تقتضي شده الالتقاء والتعانق والتماسك، فكان النار تتعشقهم وهم يتعشقونها. طب ويتعشقونها ليه؟ ثم قال لك شوف بقى، ده بتحصل للواحد منا حين يذنب ذنبا ويجيب اي حاجه ويضرب نفسه، مش كده؟ قول انا استاهل. اهم هم لما يشوفوا بقى النار هتجيلهم ساعة من ساعات النفس كده، تقول والله احنا نستاهل النار دي. يا سلام. احنا نستاهل، ما كناش نظن ان المسألة جد بالشكل دي، ما كناش نعرف ان الحكاية هننزني الزنقة دي. ولذلك لاحظوا ان انا قلت لكم مرة ان الله فاجأهم مفاجأة في قوله أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، يا ريته ما وجدش شيء، ووجد الله عنده، فوجئ بوجود الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يغيب ذاته عنا، آمين، وأن يعيشنا دائما في مدده وقيوميته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.